هل القعدة على النيل للأغنياء بس؟ ناس كتير فاكرة انك عشان تقعد في مكان على النيل لازم تكون لابس كلاسيك وتدخل مكان من الاماكن ذات الثراء الفاحش وتدفع بالبنك الاهلي. لا خالص، النهاردة هنزور اربع اماكن نقدر نقعد فيها على النيل بأقل تكلفة، واماكن لو عايزين نفطر فيها على النيل كمان، وده بغض النظر عن القعدة المجانية اللي عند قصر عيشة فهمي. الله، مش ده الواد بتاع مازل اول دايما معهوش فلوس وبيروح يتفسح بعشرين جنيه في المعادي؟ اول مكان معانا والمفضل لقلبي ساقية الصاوي، التيكت بعشرين جنيه بس قبل الساعة 12 الظهر بتكون بعشرة جنيه بس، وتقدر تقعد بيها اليوم كله. يا ده الفيديو ده متصور من بدري قوي. هتدخل هتلاقي القعدة تمام. الفيو هايل من الشباك، وبراحتك بقى تقعد هنا تقعد هنا تقف هنا تتشقلب في المكان. ثواني انا بشبه على الرعب ده. بس ده مكاني المفضل، بلبس الايربودز واقعد اسمع تامر ابو غزل، وبرضه بشبع على المكان ده. واحلى حاجه هنا ان بتكب بقى اللي قبل الدور، بتكب بعد الدور، ممكن تيجي تقعد طول اليوم من غير ما تشرب حاجه ولا حد يقول لك انت بتعمل ايه. وهتلاقي المكان ده بيبيع سناكس ومشروبات وميه بالاسعار العاديه لو عايز تشرب حاجه، وساعات دي بتكون مفتوحه ممكن تقعد على النيل على طول. طيب لو عايزين نفطر على النيل هتطلع على سفينة نايل سيتي، مدينة النيلي، واكيد عديت عليها قبل كده بس مش بتاخد بالك، شكلها بيبقى عامل كده من بعيد وكده من قريب وكده من زاوية تانية وكده من زاوية عالية. هتدخل هتلاقي ستاربكس، وممكن تدخل تقعد من غير ما تطلب حاجة، بس لو عايز تفطر على النيل بقى في الهوا هتلاقي هناك استوديو مصر عامل عرض الفطار، طبق فول وطعمية وبيض وجبنة وخضار وفطير بالعسل والطحينة وعيش بستين جنيه، الأسعار شاملة الضريبة والخدمة وكل حاجة. العيش قليل والأكل كتير قوي على واحد وأكيد قليل على اتنين، فممكن لو انتوا اتنين تطلبوا العرض ده وتزودوا عليه طبق فول وعيش أو اللي انتوا عايزينه يعني. واخد بالك الفطار اخر الساعة واحدة، وهتلاقي هناك برضو ماما وتشيلز وكلهم واحد وعندهم نفس عرض الفطار بنفس السعر، ما عدا تشيلز عامل نفسه والفطار عنده 75 جنيه واخر الساعة 12. طيب لو عايز تقعد في الدقي في هناك ستيج النيل جنب كوبري الجلاء على طول، التيكت ب 50 جنيه شامل القعدة والتصوير وكل حاجة، واغلى مشروب هناك ب 30 جنيه وده شكله بالليل، او نادي يخت الجيزة جنبه على طول، التيكت ب 30 جنيه، واللي يعرف مكان حلو على النيل يقول لنا في الكومنتات هو بيقعد فين. وفي النهاية حبيت أوصل لكم إن مفيش حاجة خاصة بالأغنياء بس، وإن أنت تقدر تعمل اللي أنت عايزه على قد فلوسك أو بأقل تكلفة ممكنة، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وأشوفكم الفيديو الجاي، فهب هب.